الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحلقة الثانية من حلقات الفقه للمغتربين حول الصوم، ونبدأ في أحكام الصوم من حين خروجهم من البلاد. فإذا خرج في شهر رمضان تارة قبل الزوال وأخرى بعد الزوال، فإذا خرج المسافر قبل الزوال وكان ناويا من الليل هذه السفرة فلا إشكال في جواز الإفطار في النهار بعد خروجه من البلاد. إذا خرج قبل الزوال في نهار شهر رمضان ناويا السفر، فحينئذ يجوز له الإفطار بعد خروجه من البلاد. عند السيد الخوئي بهذا الشرط، وهو ناويا من الليل ذلك. عليكم السلام. فإذا لم يكن ناويا من الليل السفر وفاجأه السفر صباحا قبل الزوال، فيقول السيد يجب عليه البقاء والإمساك على الصيام. أما إذا كان ناويا من الليل فلا إشكال في جواز الإفطار بعد خروجه من البلد للسفر. أما السيد السيستاني يقول لا، ما دام أنه خرج قبل الزوال جاز له الإفطار سواء كان ناويا من الليل أو لم يكن ناويا من الليل، لا فرق في ذلك. إذن المسافر خرج من بيته قبل أن تزول الشمس، قبل الأذان، ناويا للسفر، يجوز له الإفطار بعد خروجه من البلاد. يجوز له أن يفطر في النهار ما دام هو قاصد إلى السفر، فيجوز له الإفطار وهو في المطار مثلا، إذا وصل المطار يجوز له أن يفطر فيه. عند السيد السيستاني ناويا من الليل أو لم يكن ناوي. عند السيد الخوئي هذا الكلام إذا كان ناوي من الليل، وإلا إذا مو ناوي من الليل فاجأه السفر يبقى على الإمساك ولا يفطر. طيب، إذا خرج بعد الزوال، بعد أن زالت الشمس، يعني سفرته عصرا، فخرج من بيته بعد أن صلى الظهر، بعد أن زالت الشمس، خرج من بيته ناويا للسفر وهو في شهر رمضان وهو صائم، وجب عليه الإمساك. وجب عليه الإمساك، وذاك اليوم محسوب إليه، ذاك اليوم الذي خرج فيه بعد الزوال محسوب إليه. نعم، على رأي بعض كما هو المنقول عن السيد الروحاني أنه يجب عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم. إذن على هذا الأساس يجب عليه إذا سافر قبل الزوال وجب عليه شنو؟ الإفطار، بمعنى أنه اليوم ليس له، أفطر أو لم يفطر اليوم ليس له. وإذا كان بعد الزوال
فاليوم له عند السيد الخوئي وعند غيره. ليش؟ لأنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه البقاء عن الصيام. هذه أول مسألة تواجهنا عند سفرة. شيخ ناوي من الليل أو ناوي من الليل ما دام سافر بعد الزوال لا يفرق الحال، يجب عليه الإمساك واليوم له. طيب تجينا الآن مسائل المغتربين. لو سافر بعد الغروب، لاحظوا دي المسألة تحصل أحيانا في بعض السفرات. لو سافر بعد الغروب يعني غربت الشمس، يعني المفروض شنو؟ خلاص بيقوم بيفطر، بس إنما عليه سفر مو فاضي للفطور. غربت عليه الشمس وهو في البلد، يعني انتهى اليوم خلاص، راح المطار وعلى طول الطائرة. ملاحظين؟ أو أنه لا طلع من العصر، أنه مو واجب عليه الإمساك، طلع عليه الغروب وهو في المطار، بل هو في الطائرة، مو في الطائرة، غربت الشمس. خلاص المفروض شنو؟ يفطر، انتهى اليوم، طارت الطائرة وفي المجال الجوي سبق الشمس، يعني سبق حركة الأرض، فرد عود شنو؟ النهار. إذا اتجه إلى غرب وكانت حركة الطائرة أكبر من حركة الأرض، رايح يسبق الشمس، يعني يسبق الأرض، فبالتالي رد عود شنو؟ النهار. رد عود الحين عاد النهار، فتجيب مسألة بعد يجب عليه الإمساك. لما يجب عليه الإمساك لاحظت المسألة، هو في الطائرة غلبت عليه الشمس، الرجال ما أكل بعد، ما شرب بعد، ما أكل شيء، وطارت الطائرة وراح جهة الغربية عند حدود الألمانية، هناك شاف الشمس شنو طالعة من جديد، طلع طلوع الشمس، مو يعني غربت وطلعت، لا، هو سبق حركة الأرض، فوصل إلى المكان اللي الظل انتهى جنهار نهار نفس اليوم اللي صامه كده، يظل على نفسك ما يعرف. ها فيجي المسألة، هل يبقى على الإمساك؟ هل يجب عليه الإمساك إلى الغروب أو لا يجب عليه؟ يجب عليه الإمساك خلاص. الفقهاء يقولوا خلاف ما تقول، أنه لا، هو خلص يومه، يومه مو خلص، انتهى غروبه، فما دام خلص خلص اليوم، بعدين دي الحركة الجديدة هذه تعتبر حركة جديدة، ما عندنا دليل. بعد أن قلنا له جاز لك الإفطار نقول له بعدين رد ارجع امسك من جديد. الصلاة شيخنا قلت انه لا، خلي المسألة الصلاة الحين، لا تخلط بين المسائل الحين في الصوم. إذا عندك مسألة في الصلاة إن شاء الله بعد أن نلقي البحث، إذا حتى لا تصير خلط في المسائل الآن في الصوم. يقول لو سافر بعد الغروب وهو لم يفطر ودخل في النهار، هل يجب عليه الإمساك إلى الغروب؟ لا يجب عليه الإمساك، ماكو دليل على وجوب الصوم. لاحظين في هذه الحالة، ليش؟ لأن يومه قد انتهى وهو في بلده، انتهى، هذا يعتبر الآن شيء جديد، ما عندنا دليل يدلل على وجوب الإمساك من جديد. هذه مسألة. مسألة ثانية، لو سافر صباحا، سافر صباحا، من هذا الشخص الذي سافر صباحا؟ شخص في شهر رمضان ممن هو كثير السفر. كثير السفر وش يسوي؟ يجب عليه الصيام. هذا سافر صباحا، من يجب عليه الصيام؟ وخلال سفرته السريعة، وسافر صباح واتجه اتجاه الشرق، الشرق حركة الغرب، الأرض تجي غرب وهو رايح شرق، فيصير ويش؟
الليل سريع، يعني في خلال ساعتين دخل الليل. توا الفجر صايم، خلال ساعتين في الطائرة 3 ساعات إلا الليل دخل، باعتبار معاكسة إلى حركة الأرض. فيصير الأرض تجي منا على اليمين وهو يجي على اليسار، فيصير سرعة في دخول الليل. فدخل عليه الليل خلال هذه المدة القصيرة. هل يجب عليه الإمساك؟ واحد يقول يعني ترى ما صام الا خلال 3 4 ساعات وجلي، فحينئذ يجب عليه الامساك، لان بعد النهار في بلد 12 ساعه والان 3 ساعات وصار الليل. او ان الان دخل الليل وحد الصوم الى متى؟ الى الغروب. بعد الغروب ما في صوم، والان انتهى الغروب. هذه تجي مثل ما قلنا يجب عليه الصلاه لأن غربة الشمس، ها؟ هنا يجوز له الإفطار لأنه دخل في الليل. بعد المدة قليلة، لو المدة كثيرة ما فيها فرق. وبتجينا مسألة عكسية بعد. وش المسألة العكسية؟ لو انعكس الأمر، كل ما حاول يجي الليل مو جاي، طائرة رايحة غرب والشمس بعد يطالع وذاك يشوفها، ومتى الغروب مو جاء، وبدل 7 8 ساعات 20 ساعة صايم وبعد ما جاء الليل. هذا وش يسوي؟ نقول إذا ما دام النهار موجود أنت صايم بعد، الآن يجي الليل ما يصير إفطار قبل الليل. طيب فيها زحمة فيها كذا، يقول إذا ما وصل إلى حد الضرر والإضرار عادي يبقى عصر مسألة عطش، خليه يعطش. الآن هالأيام دي إذا تسحر الساعة 2 مثلا، 1:30 2 تمسح، متى تفطر؟ زي أنفسنا إحنا إذا رحنا وصلينا بعد الصلاة بعد إذا جينا بعد هنا مشكلة تصير، كم تصير؟ طيب الآن احسبها من الساعة 2 بالليل إلى الساعة 8، خليها للساعة 7، كم ساعة تصير صايم؟ هاك الحساب. فيكون أمر عادي، يعني مو مسألة. خليكم إذا لو سافر صباحا شخص يجب عليه الصوم والإمساك مثلا لكثرة سفره، خلال مدة قصيرة في الطائرة جلين، هل يجب عليه الإمساك؟ لا يجب عليه الإمساك. لو سافر الصائم أيضا كثير السفر بعد الفجر، الآن كان في الليل وتسحى نوى الصوم، طلع الفجر يعني بدأ النهار وطارت الطائرة بعد الفجر، وين هو رايح؟ غرب. فسبق الليل، يعني الفجر سبق الفجر، فصار في الليل في منطقة الليل. الآن هو كان طلع عليه الفجر والآن هو في الليل، هل يجب عليه الإمساك لأنه بدأ في الفجر وصام وكان صائم الآن، ولكن سبق الفجر حتى صار في منطقة الليل؟ واحد طالع إلى الجهة الغربية بالطائرة فراح قبل الفجر الآن، صار في الليل، هل يجوز له الإفطار أو يجب عليه الإمساك؟ بلي لا يجب الإمساك لأنه في الليل. في الليل بس ما غربت، ما غربت، ما له معنى الغروب هنا. الآن هو بدأ بالصيام على أساس يومه يوم الثلاثاء، ولما راح الجهة الغربية صار في منطقة ليلة الثلاثاء، يعني بعد ما جاء اليوم. طيب يصير لا يجوز له الإفطار بعد، ينتظر إلى أن يأتي الفجر من جديد حتى يصوم. أما الآن في منطقة لا صيام في الليل، وأتم الصيام إلى شنو؟ لليل، خلاص مجرد يجي الليل
فلا صيام في الليل اصلا. اذا هذه مساله ثانيه. طيب الان وصل الى محل اقامته، خلاص خلصنا الخروج من البلد، الان الوصول. وصل الى البلد الذي هو يقيم فيها، في مثلا لندن او في كندا، في المدينه اللي يريدها، فانكوفر مثلا وغيرها، وبقي هنا. وصل الى محل اقامته قبل الزوال، قبل ان تزول الشمس في نهار شهر رمضان. نسال هل فطرت قبل الزوال او لا؟ قال لا، لم اشرب ولم اكل من الفجر الى ان وصل الساعه 9 صباحا، الساعه 10 صباحا هو في المدينه التي يقيم فيها. الان اذا ما فطر في سفره، طبعا هو ناوي الاقامه في هذا البلد سنه وسنتين، جاز له تجديد النيه، يجددها ويمسك واليوم له. اذا وصل المسافر الى بلد الاقامه وهو لم يفطر من الفجر الى وصوله، لم يفطر لم ياكل شيء، فحينئذ يبقى على الامساك، يجدد نيه الصوم واليوم له. والحال ايضا نفس الشيء لو انت مسافر وجيت بلدك، انت مسافر في شهر رمضان وفي رايح المدينه، وجيت الى البلد الساعه 9 الساعه 10 وصلت الى البلد، وانت ما اكلت شيء في الطريق في نهار شهر رمضان، تبقى على الامساك واليوم لك، فقط تجدد النيه ونيتك قربه الى الله. واجب عليه الامساك شيخنا؟ هو يعبر بانه جاز له الامساك، نعم يمكن في تعابير بعضهم انه يجب عليه تجديد النيه واتمام الصيام. انما باعتبار ان هذا مسافر، لو اكل في سفره بعد خلاص انتهى يومه، ما يجوز له بعد، ما يصح منه الامساك. اما انه هل يجب عليه او لا يجب، يعني في بعض التعابير جاز او وجب. طيب لو وصل الى محل اقامته بعد الزوال، كان ما اكل شيء ابدا، على اساس انه يوصل الى البلد، بلد الاقامه او بلده قبل الزواج، عشان لا يروح عليه يوم، لان رواح يوم في شهر رمضان رواح خير كثير، فقال انا امسك. لكن وصل الى بلده متى؟ بعد الزوال، او وصل الى محل اقامته في تلك البلاد بعد الزوال. هل اليوم لا يقول حتى لو امسك؟ ليس له ذلك اليوم، ويجوز له الافطار، التغيير جاز له الافطار واليوم ايضا ليس له. كذلك نفس الشيء لو جاء الى البلد بعد الزوال فانه لا يمسك. طيب مساله ايضا من مسائل المغتربين، خرج بعد الزوال، وش مسألتنا إذا خرج بعد الزوال من بلده؟ شنو يسوي؟ يجب عليه الإمساك، صح؟ لأنه خرج بعد الزوال فيجب عليه الإمساك، لكن هو سبق الزوال فصار في منطقة ما قبل الزوال. لاحظوا، وصل إلى منطقة ما قبل الزوال، هو ناوي من الليل وناوي السفر من الليل وسافر بعد الزوال، ولكن سرعة الطائرة في اتجاه متجه إلى الغرب سبق الزوال فصار في منطقة ما قبل الزوال، فهل يتم الصوم لأنه خرج من بلده وهو صائم وواجب عليه الإمساك، أو أنه لا يتم الصوم حاله حال من خرج قبل الزوال؟ لأن الآن هو قبل الزوال، وما قبل الزوال
يجوز له الإفطار باعتبار أنه ناوي من الليل أو عند السيد السيستاني مطلقا. ماذا؟ يمسك لو ما يمسك؟ الآن هو قبل الزوال، إذا كان قبل الزوال المفروض يجوز له الإفطار، ولكن من جهة أنه خرج بعد الزوال يجب عليه الإمساك. يقول هنا معين المسألة، فالأحوط أن يتم الصيام، فالأحوط إتمام الصيام. نعم، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ فقد يقال أنه أيضا لا يجب القضاء، إذا أتم صيامه من باب الاحتيام لا يجب عليه القضاء. المسألة الأخرى وهي مهمة جدا، في بعض البلاد التي الشمس فيها إما أن تكون قليلة في وقتها يعني نهارا، أو أنها طويلة يعني بمعنى أنه قد تكون الشمس 6 أشهر. عليكم السلام مولانا الكريم تفضل. أو أنها ليل 6 أشهر، أو في بعض البلدان أن نهار شهر رمضان طويل قد يبلغ 22 ساعة، نهار 22 ساعة، ساعتين فقط الليل، وأحيانا بالعكس 22 ساعة ليل وساعتين نهار. هذه عليها مسألة. فيقول الفقهاء إذا استمر الليل أياما أو استمر النهار أياما، فحينئذ من جهة الصلاة قلناها البارحة يحدد في كل 24 ساعة 5 صلوات. أما الصيام شلون؟ مثلا الآن في الليل وقد قلنا أنه لا صيام في الليل، أو أنه في النهار ليست هناك حدود يوم فجر وغروب حتى يصوم من الفجر إلى الغروب. المسائل، مسائل الصيام المترتبة على النهار والليل لا تترتب هنا، فبالتالي ماذا يفعل؟ يقول أنه في شهر رمضان إذا أمكنك أن تذهب إلى البلدان المستوية يعني التي فيها ليلة ونهار تذهب لها يجب. السيد السيستاني يقول وجب عليه أن يذهب إلى البلدان التي يمكنه الصوم فيها. أما إذا كان أنا لا أقدر، أنا ما أستطيع أن أذهب وأنا باقي هنا لأسباب متعددة هو يعرفها، لا يتمكن من الخروج من هذه البلاد التي فيها 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل، ومر شهر رمضان، وشهر رمضان إذا مر وجب الصيام، قالوا يفدي عن كل يوم بمد من الطعام، عن كل يوم. هذا مثل الشخص الذي لا يتمكن من الصيام لعذر، فعليه أن يفدي عن كل يوم بمد 3-4 كيلو طعام للفقراء عن كل يوم. ثم نقول هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ قال السيد السيستاني إن أمكنه القضاء وجب عليه القضاء. طيب، هذه بالنسبة إلى إذا استمر الليل أو استمر النهار 6 شهور أو غيره. أما لو لا، هناك نهار وليل ولكن النهار طويل أو الليل طويل، خلنا نقول الآن الليل طويل، كم الليل طويل؟ يبلغ 22 ساعة،
تبقى تطلع الفجر يطلع بعد ساعتين تغرب الشمس، ساعتين فقط. طيب قبل طلوع الفجر معلوم يجب عليه الإمساك، بعد غروب الشمس مفروض يجوز له الإفطار. لماذا؟ لأنه لا صيام في الليل وقد دخل الليل، فأصبح يصوم ساعتين ويأكل 22 ساعة. أو عكس الليل 22، الليل ساعتين والنهار 22 ساعة، ما قبل الفجر يصوم ويبقى على الصيام إلى أن تطلع الشمس فيبلغ 22 ساعة مع تأديه وإن كان، يعني هم قاعدين على السفرة يقعدوا عليها إلى طول النهار. زي ما قبل طلوع الفجر يقوموا بعد يتهيأوا لصلاة الفجر ويصوموا، فيصير نومتهم في النهار وليس في الليل. في هذه الحالة يقول إذا كان النهار 23 ساعة فلم يتمكن من الصيام لم يجب عليه الصيام، مو واجب إذا مو متمكن. أما إذا متمكن إلا وجب عليه الصيام حتى لو كانت 23 ساعة. أما قولك 18 ساعة وصعبة و 19 صعبة، خب هنا بعد حتى 10 ساعات إلى في مثل صيفنا، أنتم عندكم على الأقل درجة الحرارة 20، 18 في هذه الأيام، وإحنا عندنا درجة الحرارة يعني 45 46 50 توصل، ما في فرق؟ عندنا 50 وعندكم 20، يعني الجو عندكم هادئ ولطيف وكذا، واحنا عندنا يغلي. طيب فقولك انه صعب صوم 17 18، لا اشكال في ان الصيام عادة صعب. اصلا شرع الصيام ليش؟ على اساس ان الانسان يحس بالجوع، يحس بالعطش، يحس بالتعب، يحس شوية بما يحسه الغير، ما يحسه الفقراء. إذا على هذا الأساس ما دام يمكن الصيام وجب الصيام، إذا ما يمكن الصيام إذا حاله حال من لا يقدر على الصيام، فيجب عليه الفداء عن كل يوم بكيلو إلا ربع وقضاء مع التمكن أيضا. لاحظتوا؟ إذا البلدان تلك المختلفة أيضا لها حكم واضح. من سافر بعد الغروب واستمر في الليل أكثر من 20 ساعة، من سافر بعد الغروب متجها إلى الغرب فهو مع الليل مي طالع الشمس، وسافر وسافر طلع من البلد إلى أن وصل إلى آخر منطقة في كندا مثلا، تقريبا حدود 17 18 ساعة بالطائرة وهو في الليل، نقول له شنو؟ نقول له لا دمي مبهى. ليش؟ لأن أنت في بلدك 10 ساعات 11 ساعة الليل والآن 19 ساعة وأنت قاعد تاكل ما تصوم. يقول لا، إذا استمر معه الليل لا يجب عليه الإمساك أصلا ما دام هو في الليل. طيب عكس، من سافر قبل الزوال واستمر في النهار، قبل الزوال وهو مثلا كثير السفر واستمر في النهار، قلنا شنو المسألة؟ مرات يبقى على الصيام حتى يأتي الليل، إلا إذا ما تمكن بعد ما قدر على ذلك حينئذ يفطر. طيب لو استمر في النهار وهو ممن جاز له الإفطار قبل الزوال، قبل الزوال طلع من بلده، قلنا يجوز له شنو؟
خصوصا الناوي من الليل عند السيد الخوئي يجوز للإفطار. طيب أفطر وركب الطائرة واستمر في النهار 17-18 ساعة كل في النهار، ما جلّل بعد، حتى لو جلّل بعد ولم يأتي اليوم الثاني يستمر شنو؟ يستمر على الإفطار، لا يجب عليه الإمساك من جديد أبدا. ليه؟ لأن لا زال في اليوم الذي أفطر فيه، فحينئذ يبقى على الإفطار. طيب مسألة أخذناها وقلناها وهي إذا كان الليل طويلا جدا قد يصل أكثر من 20 ساعة هل يجب الإمساك فيه؟ قلنا شنو؟ لا يجب. إذا كان النهار طويلا جدا وقد نوى صيامه هل يجوز الإفطار فيه لأنه طويل؟ لا يجوز الإفطار إلا في حالة الضرر، إذا كان يتضرر بذلك لا يتمكن أصلا من البقاء بدون مثلا ماء، فحينئذ يأكل على حسب القدرة ثم يجب عليه القضاء. نعم قاعد في البراد ودرده هذا مو شغل ما البراد ما عندي براد شغل أبو حسن خلاص بعد نخلص بعد. الآن آخر مسألة من مسائل هذه الليلة تتعلق بالهلال. طيب أولا مسألة الهلال سريعة نقولها وهي أن الهلال يكون في منطقة يبرز ويرى ولا يرى في منطقة أخرى. هنا اختلف الفقهاء فقالوا إن كان الأفق واحد. شنو يعني الأفق واحد؟ يعني أن الغروب في المنطقتين واحدة، طلوع الشمس واحدة، الأفق واحد بمعنى أنه يعني تغرب في تقريبا نفس الساعة بينهما دقائق. مثل أفرض هنا ومكة المكرمة أو مثلا الرياض أو الكويت أو بعض المناطق اللي بيناتهم بس دقائق، هذه أفقها واحد. إذا ثبت في مكان يثبت في المكان الآخر، يعني مثلا بيننا وبين الكويت دقائق 10 دقائق تقريبا في بين الغروبين، فإذا ثبت في الكويت مثلا يثبت عندنا، إذا ثبت عندنا يثبت في الكويت. ليش؟ لأن الأفق واحد. هذه مما اتفق عليه ما اختلف معه، إذا كان الأفق واحد ما حد يختلف، الجميع يقولون إذا رؤي في بلد يثبت في البلد الآخر المتحد معه في الأفق، هذا ما هو إشكال. بعدين مرحلة ثانية اختلف الأفق، اختلف الأفق. طيب فإن كان الأفق المختلف في القارات القديمة مثل أفريقيا وأوروبا آسيا، هذه قارات قديمة، سيد محمد سعيد الحكيم يقول إذا ثبت في أحد هذه المناطق يثبت في الجميع، والسيد الخوي أيضا يقول بذلك من باب أولى. إذا ثبت مع الاختلاف في الأفق لكن هي في القارات القديمة، إذا ثبت في منطقة فرضا في جنوب أفريقيا ثبت يثبت في بقية المناطق. لاحظي هذه الثنتين. أما عند السيد السيستاني يقول بأنه إذا اختلف الأفق وثبت في منطقة لا يثبت في المنطقة التي يختلف معها في الأفق، سيد السيستاني يخالف. أما إذا ابتعد مثلا في أمريكا أو في جنوب أمريكا، سيد محمد سعيد الحكيم يقول لا، إذا ثبت في آسيا
أو في أفريقيا لا يثبت في وين؟ في أمريكا. إذا ثبت في أمريكا لا يثبت عندنا في آسيا. سيد السستاني من بابول أيضا لا يثبت عندنا. سيد الخوي يقول هل تشترك معنا في جزء من الليل أو لا تشترك؟ مثلا بيننا وبينهم 8 ساعات يشتركوا، يصير اشتراك. آخر الليل عندنا هم، أول الليل عندهم آخر. إحنا في غروبنا ما ثبت الهلال، الساعة 6 غروبنا ما ثبت الهلال، الساعة 3 بالليل عندهم بداية الغروب، فاشتركنا معهم هم في أول الليل وإحنا في آخر الليل. ما دام مشتركين في جزء من الليل إذا ثبت عندنا عندهم يثبت عندنا. سيد السستاني يقول لا لا يثبت. على طبق هذه المسائل تجينا بعض المسائل، وهو شخص رأى الهلال في بلده. هلال شنو؟ هلال شهر رمضان. رأى الهلال في بلده فثبت عنده الآن شنو؟ صيام. ثبت عنده أنه غدا غدا صيام. ثم سافر إلى الجهة الغربية، لم يثبت عنده الهلال، أو سافر إلى الجهة الشرقية ما ثبت عنده الهلال، هناك لم يرى الهلال. طيب وهو في نفس اليوم في بلده ثابت، في البلد الذي ذهب إليه لم يثبت عنده الهلال، الآن يحكم بما رآه بعين الهلال في تلك البلاد وبلده، أو يتخذ المكان اللي شنو؟ اللي ما ثبت فيه الهلال. لاحظتوا المسألة؟ الآن شخص راح اليابان، عندنا في أول المغرب رأى الهلال ثم راح اليابان ووصل قبل الفجر، قبل الفجر عندهم وصل إلى اليابان. طيب وصل قبل الفجر، الآن اليوم هو نفس اليوم، إنما هو شاف في الليل في المغرب في البلد وهم عندهم الآن صار نهار. هل يجب عليه صيام ذلك اليوم؟ وما ثابت عندهم، لكن إذا قال أنا شفته هناك في تلك البلاد، سيد السستاني يقول لا لا يجب عليه شنو؟ الصيام. واعكسها في الإفطار، شاف هلال العيد أول ليلة من شوال وراح إلى جهة الشرق، شاف أنه ما ثابت عندهم ووصل بعد الزوال قبل الزوال ولم يفطر، هل يعيد لأنه شاف هلال جوال في بلده، أو ما يعيد لأن أهل البلد ما شافوه؟ سيد السستاني وش يقول؟ لا يجب عليه الإمساك. ليش؟ لأن الأفق مختلف. سيد الخوشي وش يقول؟ لا ما دام اشترك معاهم في جزء من الليل شنو يصير؟ يصير يثبت العيد هنا، العيد واحد على الأرض. إذن لاحظتوا على هذا الأساس من وظيفته الصيام ورأى الهلال في بلده وسافر ووصل إلى بلد لم ير فيها الهلال لاختلاف الأفق لم يجب عليه الصيام عدما عند السيد السستاني، ووجب عليه الصيام عدما عند السيد الخوي، وبالعكس أيضا هلال العيد. إذا هذه المسألة واضحة، لو هو وصل مثلا إلى كندا خرج من هنا ولم يثبت العيد ووصل في النهار أو وصل في نفس الليلة، لأنه رايح الغرب يصير وصوله في نفس الليلة التي خرج منها، ليلة الثلاثاء خرج وهو ثابت العيد هنا نفس ليلة الثلاثاء، وسافر ووصل ليلة الثلاثاء أيضا بعد ما جاء النهار، هل النهار عند
عندهم، وهم مثلا لم يروا الهلال. يقول لا، يثبت العيد عندهم عند السيد الخوي. لماذا؟ لأنهم مشتركين معه في الليل. ما دام اشتراك في الليل موجود، فحينئذ يجوز الإفطار، بل يجب الإفطار ولا يجوز الصيام. هذا تمام المسائل حول الصيام. ليلة الغد ليس هناك فيه بحث، ولكن ليلة الذي بعدها، وهي ليلة شنو صيام؟ الأربعاء. ليلة الأربعاء سيكون بحثنا. اكتبوا عندي.